داء قتال وداء عضال، داء العشق. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله قال: ليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ابن القيم يستدل بهذه الآية على الإخلاص، والله يقول: إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه قراءة ذكرها العلماء، علماء القراءات. ولذلك استدل ابن القيم رحمه الله على أن الإخلاص دواء لهذا الداء. فالله جل وعلا يخبر عن يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الجمال والحسن عندما راودت امرأة العزيز عن نفسها ليفعل بها الفاحشة، فما الذي صرف عنه السوء والفحشاء؟ إخلاصه عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة: المخلصين. فلذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق، السوء من العشق، العشق سوء. قال: والفحشاء من الفعل والزنا. قال: بإخلاصه. فإن القلب إذا أخلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن القلب إذا أخلص جاء فيه الإخلاص. ولا أجمل مما عرف الإخلاص الجنيد رحمه الله عندما قال: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، فهذا سر بينك وبين الله. وسمعتم الفائدة عن ابن القيم رحمه الله بلفتة جميلة ذكرها عند حديث الرجل الذي يلتفت في صلاته، قال: ذلك اختلاس اختلسه الشيطان، وهو التفت بطرفه وببصره، فكيف بمن يلتفت بقلبه؟ يلتفت بقلبه يريد الجزاء والثناء والمدح من الناس والعوض على عمله، فاجعل الإخلاص في قلبك. فيقول ابن القيم رحمه الله: فإن القلب إذا أخلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، لم يتمكن منه عشق الصور، ولم تتمكن منه أي معصية وأي ذنب، لأن الإخلاص متربع على عرش القلوب. الإخلاص متربع على عرش القلوب، فأن للشهوة أن تتمكن وأن تتسلل في الدخول إلى هذا القلب الذي تربى عليه الإخلاص. فيقول ابن القيم رحمه الله: فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. لا يعشق إلا قلب فارغ، لا يهوى إلا قلب فارغ، لا يقع في الذنب إلا قلب فارغ، لا يقع في المعصية والخطيئة إلا قلب فارغ. أما القلب إذا امتلأ بالإخلاص وبالخشية وبالخوف وبالمراقبة لله عز وجل لم تتمكن منه المعصية والذنب والخطيئة، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هكذا يقول الشاعر، يقول: أتاني هواها وعشقها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خالي، قلب خالي من ذكر الله، من خشية الله، من المراقبة لله، من الإخلاص لله، فتمكن
اعلم أن القلب لا يعشق المعصية والذنب إلا إذا كان فارغا وخاليا من الإخلاص ومن ذكر الله ومن خشية الله رب العالمين. فالإخلاص دواء أيها الإخوة، كما قال العلامة ابن القيم، قال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد. إخلاص ساعة، ساعة تخلص فيها لله نجاة الأبد، كيف لا؟ يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث الثلاثة الذين انطلقوا فأووا إلى غار أدركهم المبيت، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل، من أعلى الجبل، فسدت فم الغار، فقالوا لا يخرجكم اليوم من هذا المكان إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم أو بصالح أعمالكم. قال أحدهم اللهم إنه كانت لابنة عم، وقال آخر كان لأجراء، وقال آخر كان لأبوان كبيران، شيخان كبيران، فما الذي أنجاهم من تلك، من ذلك الكهف ومن ذلك الغار؟ إنه الإخلاص. اللهم إن كنا عملنا ذلك لوجهك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار. فيقول بعضهم إخلاص الساعة نجاة الأبد. وقال أبو سليمان الدراني رحمه الله إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس، كثرة الوساوس. فالإخلاص دواء، أخلص لله تذهب الوساوس والتفكير في المعصية وفي الذنب وفي الخطيئة إذا أخلصت لله رب العالمين. فيقول أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال مكحول الشامي وهو من التابعين ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. دواء، دواء. يقول ما أخلص عبد 40 يوم، 40 يوم. واستدل على هذه 40 أن الله عز وجل كلم موسى، تم ميقات موسى مع ربه وتكليمه وتهيئته للدعوة 40 يوما. فيقول هذا، يقول مكحول الشامي رحمه الله ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال معروف كان يضرب نفسه، معروف رحمه الله وهو أحد السلف، ويقول يا نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. فالإخلاص دواء أيها الأحبة في الله. أيها الإخوة الأكارم، المخلص يبتعد عنه الشيطان ولا يقربه الشيطان، الشيطان بعيد من المخلص الذي يخلص لله ويتمكن الإخلاص من قلبه، يبتعد عليه الشيطان، يبتعد عنه الشيطان. قال ربنا مخبرا عن الشيطان الرجيم بقوله فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربنا في كتابه الكريم أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. قال ربنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم أن يغوي الناس أجمعين إلا أهل الإخلاص، فلا يقربهم الشيطان ولا يتمكن منهم ولا يتسلل إلى قلوبهم، لأن الإخلاص متربع في قلوبهم. أيها الإخوة، هذه هي الصفة الثالثة من صفات الجليس. الصفة الأولى أن يكون سليم العقيدة، الصفة الثانية أن يكون مجتهدا في العبادة، الصفة الثالثة أن يكون مخلصا لله، الصفة الرابعة، الصفة الرابعة من صفات الجليس وهي ألا يكون غافل القلب، ألا يكون غافل القلب. هي حديثنا إن شاء الله. وقبل أن نقوم من مقامنا عندنا أسئلة من يجيب عليها، نعطيه كما هو معروف كل 4. وقبل هذا نعلن